عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم Music and Food. اليوم حلقة برازيو، يعني برازيل عندها واحد الريتم رائع جدا اللي هو سميته لا بوسا نوفا. لا بوسا نوفا كما قلت لكم في الحلقات ديال لي ريتم دو موند، هي كانت من برازيل، لوريجين برازيل، ولوريجين ديالها جات من السامبا اي لا بوسا نوفا في لي زاني 50 و 60. لا بوسا نوفا هي سي تا ريتم، لا بوسا نوفا كذلك عامرة بلي زاكور، يعني كاين شي اغاني كل حرف كيتحط ليه اكور، شي تابي كتا تي تا تي با يو بوزي كي زوزي بوزا بزازو، مهم عامرة لي زاكور. ولكن بلا ما تخلعوا، اليوم غادي ندير لكم اغنية سهلة وشعبية عند البرازيل اللي هي سميتها اغاروتا دي بانيما، أولا بالانجلي The Girl From Ipanema، أولا بالعربية صادق من Ipanema. Girl From Ipanema كنكتبها ولحنها أنطونيو كارلوس جوبيم أو لخوبيم، ما عرفت كيش كيقولوا لها. وهذا الشيء في 1962، السيد كان مريح كيقصار مع راسو الجيتار وضارب كابيريني ولا مع سموخيتو، بات ليه واحد الساطة ديزا ويخرج على ديسك وسماها أغاروتا دي بانيما. ولي أول مرة بغيت البروفيتي باش نوريكم كيفاش كتلعب الليبنية الميلودي وليزاكور او ميمتو وليسرية كتبقى غادة في ليباس. يلا تعلموا معانا تتسميت الوغ. كيما كتعرفوا البيانيست فاش كيكون في ان بيانو بار في شي اوتيل، الناس كيشربوا شي كوكتيل وكيسمعوا بيانيست كيلعب بوحدو، ديك الساعة البيانيست كيكون عنده دور مهم جدا. علاش؟ كيولي يلعب لا ميلودي ولي زاكور ولي باس. كيما كتعرفوا بان لا باس كدير الريتم، لا كومبانيمون حتى هي كدير الريتم، والميلودي كتلعب. ولكن كيفاش كيدير هاد البيانيست حتى كيلعب كلشي في خطره؟ ولكن كتعرفوا بان البيانو فيه لي باس وفيه بلاصه لا كومبانيمون وفيه بلاصه الميلودي. دونك هذا هو لو جو اللي غادي نديروه اليوم، وغادي نديروه بالبوسا نوفا. البوسا نوفا كما كتعرفوا فيها ثلاثه الحوايج اساسيين ومهمين بزاف. اشنا هو؟ هو لو جو ديال الكونترباسيست، وحنا غادي نلعبوها في البيانو، وفيها لو جو ديال الريتميك ديال لا جيتار كلاسيك، والثالث حاجة هما لي بوزيسيون تاع الجيتار و لي زاكور لي هما جازيك. بيان سور بوسا نوفا كيلعبو لي زاكور جازيك بزاف، سورتو كيعولو على 9ام 13ام و 6ام. دابا غادي نوريكم أول حاجة لا باس كيفاش كتلعب لو جو ديالها. غادي ندير لكم تيمبو في 98 لي هو تقيل، وغادي نتبعوه بلا باس. فوالا. والتاني حاجة اللي غادي نوريكم هي كيفاش كيتلعب لا مان دغوات بالريتم. غادي نخليو لو ميم تيمبو اللي هو 98 وغادي نلعبو عليه. تام 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 تام. فوالا.
دابا غادي نسمعوا كيفاش غادي تلعب لا مان غوش اللي غتلعبنا لا باس ولا مان دووات اللي غتلعب لينا الريتميك. غادي نخليو لو ميم تيمبو وغادي نسمعوها. بزاف تاع الفارياسيون ديال لو جو ديال الريتميك تاع لا كيتار. كاين مثلا كيد عاوتاني وكيد عاوتاني كاينين بزاف تاع لي فارياسيون سا ديبون على حسب الغناء والميلودي وبيان سور الاغنيه. دابا غادي نبداو في الاغنيه ديال Girl from Ipanema اللي قلت لكم. واول حاجه غادي نبداو بالميلودي ديالها. الميلودي هي سهله بزاف، عندكم ثلاثه ديال لي نوت في الاول. Alors, sol, mi, mi, ré, sol, mi, ré. Cut out deux fois. Les quels saluera deux fois qu'elle bichou le fa. Ré, do. Mi, do, si bémol et do. Alors là, do majeur. سهلة. دابا غنعطيكم لي زاكور ديال هاد الميلودي اللي لعبنا الان. كاينة الفا ماجور ناف، الفا كاينة فا لا سي لا تيغس ماجور ديال فا، دو سي لا كانت ديال فا، كاينة مي سي لا سات، اي سول سي ناف. دونك غادي نلعبوها هنا. هادي فا نافيام. ابخي كاين سول، سول عندنا سول، سي سي لا تيغس ماجور ديال سول، اي بيان سور غي. غادي نلعبوها هنا. ابخي عندنا سول مينور سات، ابخي دو ستيام. دونك من السول غادي نديرو غير دونك غير هاد جوج سبعان غيتحولو لهاد الجهة. ابخي غادي نرجعو لفا نافيام. هادو هما لي زاكور ديال الميلودي الاولين. دونك كيما كتلاحظوا معايا البورتابل ديالي هو اللي كان فيلمي بيه، راه سخرت واحد شويه على اليسر حيت بان لي الضو ما كتبانش ليكم. ما عليناش، غادي نكملوا. دابا وصلنا لمرحله ديال كيفاش كيلعب البيانيست بالليبنيه لي زاكور والميلودي
وبالليسريه كيلعب لاباس. هذه هي اللي غادي ندورها دابا. دونك لي زاكور كيبقاو هما هما. ونعلمكم بان لي زاكور اليوم غادي نعطيه لكم سامبل، سيتادير نافيا ما غاديش ندخل لكم كيما قلت لكم كيتلعبوا بالسيزيام. دونك غادي تبقى لكم غير في النافيام. الوغ البيانيست كيلعب الميلودي بهاد الصبعان اللي كيتسمى الخامس، كيدير تا 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 را تا، ولي زاكور كيلعبهم بحال هكذا. ابخي سول، ابخي سول مينور سات، اي دو سات، الوغ غادي نديرو التيمبو وغادي نلعبها لكم كاملة. هادي ولا بدا تحاولوا تلعبوها تقيلة في 60، ومن بعد بقاو تزربوا 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 حتى توليو تلعبوها رابيد. دابا غادي نلعبها لكم بلي زاكور بلا ما دغوات، والميلودي والليسريق غادي تلعب لينا لا باس وبيان سور لا ريتميك ديالها، وغنديروا التيمبو. كما كتلاحظوا معايا هنا ما مشيتش الدوسات، الدوسات هي هذه، ولكن هما كيحيدوا الصول وكيمشيو لفا دياز. علاش؟ باش يهبطوا في الفا. الوغ عندنا وهنا كنقترح عليكم ما غاديش نهبطوا في الفا، غادي نهبطوا في لا مينور سات. غادي نديروا واحد سويت اكور اللي كيديروه برازيليا حلوين، كيديروا لا مينور سات، غي سات، الو غي سات هنايا كنحيدوها، كنبداو بلا تيغس. ابخي سول مينور سات، اي ابخي دو سات. الوغ كتلعب بحال هكذا، كنعاودو من الاول. دابا غادي نلعبها لكم مع الريتم باش تسمعوها. وهذه خصكم تلعبوها بليزيور فوا. وهاد لي زاكور هادو خصكم تحاولوا تلعبوهم في اي طوناليتي، هما كيبقاو ديما حلوين وكنستعملوهم ديما. دونك دابا غادي نلعب لكم الاغنيه من الاول حتى لهاد الطرف فين وقفنا. بيان سور غنخليو التيمبو وغادي نديرو 4 ميزور ديال الانترو. 1 2 3 4
كرابطو في الفا نافيام. علاش؟ باش نمشيو للرفران. دونك كيما لاحظتوا البيانيس كيلعب ليمنيه لي زاكور الميلودي واليسريه كنلعبوا لي باس وبيان سور كتعطينا واحد الريتم اللي هو رائع جدا. حتى الان لعبت ليكم الكوبلي الاول والحلقه الجايه ان شاء الله غادي نعطيكم للرفران بيان سور بالميلودي والاكومبانيمون ديالها ولي باس تاعها. ولكن هاد الطريقه ديال الخدمه تاع البيانيست لعب الميلودي والاكومبانيمون ولي باس كيخصكم تخدموها بشويه وتخدموها بزاف حتى تعوضوا عليها. نخليكم تخدموا هاد الكوبلي الاولاني والحلقه الجايه ان شاء الله غادي نعطيكم لو غوفخان بيان سور بالليبنيه الميلودي بلس لاكومبانيمون واليسريه غادي نعطيكم لي باس والريتميك ديالها باش تكملوا الاغنيه في الحلقه الجايه ان شاء الله. فوالا عزيزي عزيزتي كنوصلوا لنهايه الحلقه وكنتمنى نشوفكم الحلقه القادمه ان شاء الله.